مساء الفل على كل مشاهدينا الكرام ومشاهدي قناه المحور في كل مكان. حلقه جديده وبرنامجكم مطبخ عظيمه. تحيه وحب وتقدير لحضراتكم، وطبعا بشكر حضراتكم على حسن المتابعه وعلى تواصلكم معنا من خلال فيسبوك على صفحتنا مطبخ عظيمه بالعربي، وكمان الشيف عظيمه حمدي بالعربي. شكرا جزيلا، واتمنى دايما نكون عند حسن ظنكم، واحنا بحاول والله يكون الرد دايما على اسئله حضراتكم بسرعه، علشان يعني دايما تلاقوا عندنا انه انتوا فعلا غاليين. وانا الحقيقه برحب بكل اصدقائنا اللي على الصفحه، ومش بس كده، اللي بيشوفونا كمان من خلال شاشه قناه المحور. تحيه لحضراتكم واشكركم كمان، حتى لو كلمتونا او ما كلمتوناش، تواصلتوا معانا او ما تواصلتوش، كفايه ان حضراتكم تشوفونا. وده اكيد لما بننزل وبنلتقي بناس الكلام بيتقال فبيوصلنا، فمش محتاجين تتكلموا، لكن كفايه متابعه حضراتكم واننا نكون عند حسن ظنكم. النهارده ان شاء الله هنستكمل وصفات العيد زي ما اتفقنا، علشان أصدقائنا الحلوين اللي عايزين يجهزوا حاجات للعيد. النهارده هنبدأ بصنف البرازق. هي البرازق يعني ليها تكنيك في العمايل بشكل جميل، وهي طبعا من الأصناف الحلوة قوي، بتعد نوع من البسكوتات، بس هي بيتحط لها سمسم، أحيانا بيطعم ببعض الفوزدو. احنا هنحاول نوصل للطريقة الأصلية الجميلة ونجتهد فيها، لكن طبعا أكيد مش زي أصل بلادها. قول بسم الله. هنبدأ في العجينة أو الوصفة بتاعتنا. هتحتاج إيه؟ هتحتاج نص كيلو من الدقيق، هتحتاج رشة ملح، هتحتاج حوالي كوباية مج يعني من السمن. أنا بحاول أحلل برضو الجرامات، هو 220 جرام سمن، يعني مج كبير من بتاع الشاي مليان على الآخر. طيب عندي كمان 200 جرام سكر، كوباية مليانة من السكر، 100 جرام من المية الباردة، يعني نص كوباية من المية. عندي معلقة صغيرة من الفانيليا، معلقة كبيرة من ماء الزهر، ودي اللي بتديها طعم الجميل المختلف اللي ليها، وتقدروا تستغنوا عنها. عندي 400 جرام من السمسم، تحتاج كميه سمسم كبيره، 400 جرام دول يعني يطلعوا مثلا كوبايتين كبار كده حلوين. وعندي 200 جرام من الفستق، وده اختياري، تقدروا تحطوه في الوصفه او تستغنوا عنه وتخلوا ظهرها ساده. الفكره ان احنا نعمل الوش بالسمسم والظهر بقليل من الفستق. طيب دلوقتي بقى هبدا كده البس الجلافز ونبدا نشتغل، لان انا هعجن بايدي. هنعمل ايه بقى؟ هنعمل كالاتي. انا هستعد ليها، هي ليها تكنيك. ايه التكنيك؟ لما اجي اوصل لكل مرحله هقول لحضراتكم. طبعا في حاجات كده بتبقى جميله، وكل ما بنخدم الحاجه بشكل حلو ونلتزم بيها بتطلع سبحان الله ليها طعم مختلف عن غيرها. في حاجات بتتعمل بسرعه ما بتحتاجش يعني تكنيك في عمايلها، تطلع نتيجتها حلوه، وفي حاجات بنحترم فيها التكنيك بتاعها. اول حاجه هاخد الدقيق، بسم الله الرحمن الرحيم، النص كيلو. السمن اللي انا هضيفها هتبقى سمنه بحراره يعني المطبخ، مفيش اي مشكله فيها خالص. هعمل كده، انا هعجن بايدي على فكره، وهبس او هبس الخليط ده بالسمن ونشوف كده. بسم الله. طبعا على حسب نوع الدقيق بنشوف السمنه معانا. دي اول خطوه، ماشي، لو احتاجنا هنزود، لان ممكن نوع الدقيق يختلف. انا ممكن اقول لحضراتكم الكميه دي، بس هي بتناسب مثلا نوع دقيق انا بستخدمه، حضراتكم بتستخدموا نوع تاني قد ياخد شويه من السمن اكتر. فاحنا عايزه اهي، بصوا، اعملها بشكل انها تبقى الخليط ده ناعم معايا، ويبقى شويه هو معلش بيبقى متعب شويه، بس في ناس كتير بتحب تعجن بايديها، الحقيقه انا بحب جدا، بس الوقت اللي بنحاول يبقى وقتنا فيه ضيق نحاول ان احنا نستخدم فيه ميكسر او عجان او اي حاجه، والوقت اللي حضراتكم تقدروا تبقى الكميه صغيره ومش يعني تضايقكم نقدر نستخدم فيها ايدينا. بصوا كده هتبدا ايديا حراره ايدي تسخن العجينه، تاخد درجه الحراره، السمن ده كمان هيدوب اكتر، هيسخن، والعجينه هتنعم عن كده كمان. فانا مش عايزه حضراتكم تحسوا انه في الاول هي كانت جافه، شوفوا دلوقتي كنا حاسين ان احنا ممكن نحتاج سمن، صح كده؟ هي مش محتاجه، ظبطت ازاي معانا. فاهم حاجه ما نتسرعش.
وربنا يدي الصحة لكل الأمهات والسيدات الفاضلات اللي بتخبز وبتعجن على أيديها حتى الآن حقيقة، يعني شابوه بجد، أحلى تحية لحضراتكم. مجهد جدا ومتعب، والله يكون في عونكم. وأنا أعلم تماما إن في ناس في الصعيد وفي الـ في الـ في الريف بيفرق معهم جدا ان هم يخبزوا العيش بايديهم. استحاله العيش اللي بياكلوه في بيتهم مفيش، ما بيشتريهوش، بيخبزوه في البيت، وده احلى عيش يتاكل. بصوا بصوا ما شاء الله العجينه، بصوا بقى انا عايزه اوصلها ازاي، بقت عامله كانها زي عجينه البسكوت. بصوا الجمال اهي، العجينه دي باخدها الاول مرحله بعمل كده وادخلها التلاجه شويه تطلع اهي، دخلها التلاجة تسقع حبة شوية كده، نص ساعة تلت ساعة اهو، شايفين تسقع، شايفين الفرق؟ حلو الكلام، تسلموا يا حبايبي. هنعمل ايه بقى الخطوة التانية؟ دي الخطوة التانية، وهتحتاج بعدها راحة تاني نص ساعة وخلاص. ده التكنيك او التبس او الخطوات اللي انا ايه اطلع بيها حاجة جميلة. طيب هنيجي هنا، عندي كوباية سكر اللي اتفقنا عليها، واتفقنا عندي كمان نص كوباية مية باردة. بسم الله، هاخد كده نص كوباية المية الباردة وهجيب معلقة، مش عايزة ازعجكم بالتقليب، خليها سباتيولا احسن ارحم. عندي الفانيليا وهبدأ اصب المية الباردة دي وادوب الخليط، وهضيف ماء الزهر معلقة كبيرة. طبعا اللي هيدوق عندكم البرازق دي هيحس ان الطعم حقيقي مختلف، طعم بماء الزهر. يمكن احنا هنا مش بنستخدمه قوي زي دول الشام او بلاد الشام، لكن هم بصراحة بيبقى لهم برضو مذاق خاص بيهم رائع، واحنا الحقيقه بنحبه. واكيد لما بيكون في حد فينا مسافر هناك او حد جاي له بيجيبوا لنا من الحاجات الجميله بتاعته. دي الخطوه الثانيه، دوبت السكر كويس قوي زي ما حضراتكم شايفين كده في الميه البارده، حطيت فيها الفانيليا وماء الزهر، وبعدين هاخد اللي انا سقعتها، احنا خلاص عجننا، شفتوا العجينه وصلت، دي السم والدقيق فقط، حطيت نص كيلو دقيق في البولة دي وحطيت عليهم كوباية السمنة وقعدت أعجنهم بإيدي لحد ما وصلوا للمرحلة اللي حضراتكم شايفينها، شايفين حاجة كده قريبة زي إيه عجينة الغريبة. طيب بعدين خدتها أسقعها في التلاجة لمدة نص ساعة، طلعت بعد ما سقعت بالشكل ده، خليك معايا مطوع بعد إذنك. بصوا بقى هبدأ أفرك هنا، أهي دي اللي جمدت اللي أنا سقعتها بعد نص ساعة في الصينية، أهي بصوا ماسكة إزاي، شايفين؟ طيب هبدأ بقى أصب عليها الخليط ده شوية شوية، ونقلب بس كده شوية حلوين عشان عايزة كمية السكر دي تنزل معايا أهو، وهعجن لحد ما هتبقى لينة، هتوصل تاني لمرحلة لينة فيها ماء الزهر، فيها كوباية السكر ونص كوباية المية، البولة اللي أنا بعجن منها دي فيها كوباية سكر، نص كوباية من المية، وإيه وماء الزهر ورشة الفانيليا. آدي المرحلة الثانية. طيب هعمل كده، هعجن كويس، شايفين إزاي كده، وهاجي بعد المرحلة دي ها لازم أدخلها التلاجة تاني نص ساعة تمسك نفسها، وبعدين أبدأ في التشكيل. وادي كده دي طريقة البرازق بشكله، عملناها اهو على ايدينا، مفيش اي مشكلة خالص، الحاجات دي بسيطة وجميلة بتبقى ممتعة الحقيقة اهو. طيب اسمحوا لي بقى هاخد دي زي ما انا عملت كده، هقلع بقى الجلافز ده واحط فوقها الكيس او ورقة الزبدة، وهدخلها التلاجة لحد ما نرجع من بعد الفاصل بفضل الله، هنستكمل مع حضراتكم وصفتنا التشكيل بتاعها بيبقى ازاي، وهنخبزها على حرارة قد ايه ويطلع شكلها عامل ازاي. بعد الفاصل نستنيها حضراتكم.
ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام مره ثانيه بعد الفاصل. دلوقتي بصوا بقى احنا سقعناه، وري حضراتكم بصوا كانت رخوه جدا، دلوقتي ما شاء الله بقت عامله ازاي، تماسكت وما خدتش وقت والله، هي ربع ساعه. طيب خليني بقى ايه اوري حضراتكم الخطوه اللي بعدها. ممكن ابقى استعين من هناك معلقه سكر. بص حط كده السمسم، وعندي ممكن احط سكر بودره، انا عندي هنا سكر بودره، احط معلقه سكر بودره، هي المفروض بتبقى سكر عادي بس بنحط كمان معلقه، ومعلقه عسل، بسم الله، او شربات تقيل. ودي بتساعد الخليط ده انه يمسك في العجينه لما نيجي نشكلها. هوري حضراتكم هفكها بنقطه ميه، نقطه من الميه، وهعمل كده. زي ما حضراتكم شايفين العسل والسكر بيدي لون حلو، هيلونها في الفرن بشكل جميل، وهيدي السمسم ده اللون الذهبي اهو. مش احنا ايه بهدلنا الدنيا. هنيجي بقى نعمل كالاتي، معلش انا ايه مضطره ان انا اغير بس الايه الجلافز اليمين، واوري حضراتكم التشكيل يبقى كده اهو. اول حاجه بسم الله باخد كوره، احنا عايزين نعملها صغننه مثلا، وليكن كوره اهي. هاخد الكوره دي، شايفين الفستق من ناحيه، بعمل كده من ناحيه، حطيت الكوره دي كده وعملت كده، وبعدين هحطها هنا على الوش التاني، وهفرد كده وهرفعها اهي عشان تلزق وتمسك فيها كميه السمسم اللي حضراتكم حابينها. عايزين بقى تفردوها تخلوها في الحجم ده ماشي، نعملها صغيره ماشي. هبدا اخد كده الايه الصاج ده بسم الله، وهحط عليه كده السيليكون هنا، ونبدا بصوا الظهر اهي، وهنا ده كده شكل. عايزين تعملوها بقى كور صغنونه، هنعمل المقاس التاني اللي اتفقنا عليه زي دي كده اهي، كور صغيره زي النونو لو عايزين تعملوها احجام صغيره، وناخد كده في الفستق، وبعدين هرجع هنا وتمام هحطها هنا. شايفين احجام الصغيره، بصوا الجمال. طبعا هنشيل الكبيره دي لو حضراتكم مش عاوزينها، عايزين تعملوها احجام صغيره بس تبقى جميله قوي ومفيده جدا. السمسم ده مخزن كالسيوم، بصوا كده اهو في الفستق، وبعدين بروح واخداها بالوش التاني اللي هو ظهره الفستق، بدوس كده في العجينه او في السمسم، وبروح شايلاها. بصوا يا دوب اظبطها بس بايدي كده، ويبقى وشها كده وظهرها زي ما حضراتكم شايفين اهو. الفرن عندي شغال حراره 180 على الشبكه في النص، هدخلها لحد ما تاخد اللون اهو، ادي الظهر، واروح منزلها هنا وعامله كده، وهاخد ده كده وندخلها هنا اهي، وادي احجام البرازق. طبعا هندخل ده الصاج ده كده الفرن حراره 180 على الشبكه في النص علشان
تقرمش وناخد اللون الذهبي الحلو والسمسم يتحمص التحميصه الحلوه البسيطه الخفيفه اللي دينا بيها تيست حلو. يبقى احنا معلقه العسل او الشربات التقيل ومعلقه السكر بتساعد في تلوين السمسم من فوق بشكل جميل، وبتساعدنا كمان بعد ما بنحط الميه. بصوا يبقى ايه، هو مش بيبقى ملزق ولا حاجه، بس يعني هو برضو اهو يعني مفرفط مش لازق، بس بيخليها تمسك فيها كميه السمسم الحلوه اللي احنا شفناها او بنشوفها في المحلات. هوري حضراتكم دلوقتي شكل البرازق بتاعتنا. هنا كده اهو، بالهنا والشفاء. وهي برضو من الحاجات الجميلة جدا اللطيفة اللي في ناس كتير قوي بتحبها، وبدل ما نشتريها من بره احنا هنعملها في البيت وما خدتش مننا وقت. كل الحكاية نص ساعة ربع ساعة في الأول بريح العجينة، وربع ساعة بعدها بسقع العجينة وخلاص على كده نشتغل فيها وطلع لنا الطعم بقى المميز، طعم السمنة وطعم اللي احنا عاملينه في البيت بمكسراتنا الحلوة. تعالوا بقى كده ايه، بسم الله نحط هنا أو على اليمين هنا جنب الكحك. هنبدأ دلوقتي نعمل وصفة تانية للكحك، ولكن لأصدقائنا اللي ما بيحبوش يعملوا الكحك زي حالتي كده إلا بالبيكنج باودر، ما بيحبوش يستخدموا السمن المقدوح. تعالوا الأول نطلع فاصل ونرجع نبدأ في وصفة الكحك اللي بالبيكنج باودر من غير سمن مقدوح. احنا عملنا الحمد لله المقدوح عشان نرضي حضراتكم ونرضي متابعينا الكرام، لكن هنعمل برضو بالبيكنج باودر عشان نرضي كمان أصدقائنا الباقيين. بعد الفاصل مستنية حضراتكم. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام مره ثانيه بعد الفاصل. دلوقتي بقى هنعمل وصفه الكحك السريعه اللي بالبيكنج باودر. تعالوا نقول المقادير. انا الكيلو دقيق زي ما حضراتكم طلبتوا، هنعمل كيلو دقيق وعندي عليه 10 جرام من ريحه الكحك، حوالي نص معلقه كبيره او مش نص، هي بالظبط ربع معلقه كبيره، و10 جرام من البيكنج باودر 20 جرام بيكنج باودر، يعني لو الكيس 16 جرام هنحط كيس ونص معلقه. طيب معلقه كبيره من السمسم، 200 ملي من اللبن يعني كوبايه من اللبن، رشه ملح ونص كيلو من السمن، و50 جرام سكر بودره ممكن تبقى نص معلقه، و50 جرام من السميد برضو نص معلقه. السميد ده بيديله ترميله كده، واللي عايز يستغنى عنه يستغنى، مفيش اي مشكله. طيب انا دلوقتي هبدا اول حاجه هحط المكونات كلها على بعض الجف، ودي الطف طريقه واسهل طريقه. ادي السميد و البيكنج باودر 50 جرام من السكر مش كتير، ريحة الكحك، ذرة الملح، حاجة بسيطة جدا عشان الطعم ما يأثرش زي ما اتكلمنا عنه في واحنا بنعمل الكحك اللي بالخميرة. هنقلب وبعدين هنحط الدقيق ده، معلقة السمسم، وبعدين هنبدأ نقلب أو نخلط عليه خليط السمن بتاعنا. كل ده يتخلط مع بعضه، والفكره بقى ان احنا بعد ما هيطلع هنبدا مرحله البس. بس احنا هنبس العجينه كويس وننعمها. بسم الله يلا بينا. هنصب اللبن اخر حاجه شويه شويه بس لما اختلط السمنه كويس بالعجين. بسم الله. نبدا بقى ايه مرحله العجن كويس، ندخل السمن ده كويس ويبقى الدقيق عامل زي رمل البحر كده، اتبل كويس قوي ودخلت جواه السمن تمام. وبعدين نبدا بقى في الاخر نضيف الايه اللبن، ويفضل يبقى فاتر.
بس اجرب كده اشوف الملمس بتاع العجينه، احاول المها لسه جافه شويه وهتحتاج بقيه اللبن زي ما اتفقنا الكوبايه، وما زال ان انا بحط برضو الكميه زي ما قلت لحضراتكم لكن بالتدريج. اهو هنشغل تاني بسم الله ونضيف الكميه اللي باقيه للكوبايه. نخلط بقى خلطه حلوه كده اهي، العجينه طريت فما بقتش اخاف انه يطلع دقيق، الريحه بقى بتاعت ريحه الكحك الجميله اهو، عجنه حلوه. وبعدين بجهز بوله جنبي هحط فيها العجينه دي، وهوري حضراتكم هنبسها بشكل لطيف، وبعدين نبدا التشكيل. وادي طبق لو فيه العجميه واحنا مجهزينها، احنا عملناها في الحلقه اللي فاتت. تمام، بسم الله. طبعا المفروض ان هو بيتخلط كويس حوالي 10 دقائق كده، وبعدين هاخد العجينه اهي كده، وهاخد منها جزء. الجزء ده هوري حضراتكم زي ما اتفقنا طريقه البس بتاعته بسيطه قوي، ان انا باخدها هنا هنا كده وانعم ببطن ايدي علشان هيفتح لونها عن العاديه، ولو حسيت ان هي هتطرى وهتنعم، انها التكييف ساقع جدا فالمواد الدهنيه بتسقع بشكل فظيع، فعشان تبدا تاخد حراره الايد وتبقى تمام هوريكم بقى دي، عشان لسه احنا ساقعين. بصوا التانيه اللي احنا مجهزينها قبل وجايبينها من بره اهي، هوريكم لما بتفتح مقارنه بالتانيه، دي غامقه ودي هتفتح معانا علشان ببطن الايد، وده بس بسيط وحته حته كده هينعم معايا من غير ما احتاج في الاول ابس بالدقيق والسمن. اهو اهو، وادي واحده. بصوا اللونين في فرق في الدرجات، دي افتحت ودي لسه زي ما هي، اللي بتفتحها دي بتبقى اتبست بس حلوه. وبناخد طبعا شويه بقى من العجميه وبنحشي عادي جدا بالطريقه بتاعتنا اللي احنا عارفينها اهي كور، ونحط بقى على الصاج ونبدا نشكل زي ما احنا عايزين بالطباعه او بصوا بقى هوريكم طبعا ودي احيانا بتحصل لناس كتير، يقول لك ايه انا وانا بكور ما بتطلعش كوره. انا فعلا شفت ده الحقيقه، وانا يمكن برضو ايه لاحظت ده. اقول لحضرتك بصوا شايفين الكوره الغريبه دي البيضاويه دي، جبت ميار قلت لها ايه، قالت لي اشارك، قلت لها اتفضلي يا حبيبتي شاركي. بروديوسر البرنامج مسكت الكوره وشكلتها لي، قالت لي اتفضلي، قلت لها ايه ده حبيبتي، قالت لي دي الايه الكوره، قلت لها هي ما طلعتش كوره. فهي سبحان الله ايدين وايدين، يعني بصوا انا اعمل كده هتطلع كوره، في غيري ممكن يعملها تطلع معاها بيضاويه شويه، هي على حسب الايد. فما تزعلوش لما يحصل كده، اعملوها في قوالب، وده على فكره بيحصل مع ناس كتير جدا، بس هي ملحوظه مهمه جدا. فانا قلت لها لازم يا ميار اقول ان انت عملتي ده، فقلت لها احنا لازم نصلح الايد الشمال دي، غالبا فيها يعني فلات فوت، فيها حاجه كده. طيب انا هحط بقى الكحكايه زي الحجم ده، او هنعمل الحجم الصغير اللي اتفقنا عليه ويبقى ده الساده، وزي ما اتفقنا في الحلقه اللي فاتت هغير في اشكال الكحك. يعني انا هنا لو هعمل ساده هبدا اعمل دي مثلا بالمنقاش ودي بالطباعه، هفترض عشان انا وانا بخبز بعيدا حتى عن الحجم سواء ده صغير او ده كبير، لو الاثنين نفس الحجم عشان ابقى عارفه وانا بطلع السجاد في الخبز ان اللي موجود بالمنقاش ده مثلا محشي عجميه، واللي محطوط على الطباعه ده ساده. فاحنا بنقدم نبقى عارفين ده ساده، ده زي زمان اهالينا كانوا بيغيروا في اشكال الكحك بالاشكال اللي كانت الفرم اللي تتحط فيها عشان نعرف ده بايه وده بايه. طبعا احنا كده عملنا النهارده البرازق بطريقه سريعه وجميله، وهي على فكره ما بتتباعش رخيصه، بتتباع غاليه،
بالذات في الاماكن اللي بتعملها يعني بالشكل اللي احنا مطلعينه ده، واحنا نقدر نعملها في البيت بشكل جميل ونظيفه وبايدينا. وعملنا الكحك بالبيكنج باودر بطريقه لطيفه وسهله، كل حاجات فوق بعض. تقدروا تستغنوا عن السميد السامولينا لو انتم مش حابين، وتقدروا تخلوه. وادي شكل الكحك بعد ما بيطلع. احنا عملناه صغير وجميل، منه صغير ومنه كبير في النص مع بعض، وحضراتكم بقى تقرروا ايه الاحجام اللي انتوا عايزينها والعجميه اللي انتوا حابين تحتفظوا بيها. احتفظوا بيها عادي جدا، فكره ما يحصلهاش حاجه في الفريزر، وتطلع في اي وقت على مدار السنه، تتحط على رخامه المطبخ وتفك وترجع زي ما كانت تستخدموها، مفيش اي مشكله. طبعا اتمنى يا رب ان الوصفات النهارده تكون نالت اعجاب حضراتكم، واتمنى اكون رضيت اصدقائنا سواء بالكحك اللي عملناه امبارح الخاص بالخميره، او كحك النهارده بالبيكنج باودر، وعملنا البرازة. وإن شاء الله مستمرين في حلقات اللي بتقدم كل الحاجات الخاصة بالعيد. كل سنة وحضراتكم طيبين، وأشوف حضراتكم من هنا الحلقة جديدة على ألف خير وصحة وسلامة وسعادة، وسلام عليكم.